بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم يوميات عائلة أم هبة. اليوم إن شاء الله غنحضروا معكم كيكة بمكونات اللي هي بسيطة، كتعطينا واحد الشكل اللي هو زوين ورائع من الداخل. هي مخططة بلونين، اللون الأبيض والأسود، على شكل زيبرا. غتابعوا معايا المكونات ومن بعد نوريكم الطريقة ديال التحضير، ونوريكم المرحلة الأخيرة اللي هي الكيك ملي كتحضر. غنبداو على بركه الله. عندنا اربعه البيضات اللي بحراره المطبخ، او الا ما جبتيهمش من الثلاجه بكري او قبل يمكن لك توضعيهم في الماء الساخن باش يدفاو واحد شويه. عندنا اربعه البيضات، عندنا نص كاس ديال السنيده، والسكر دائما كيبقى على حسب الذوق. عندنا كاس مملوءش ديال الزيت. عندنا جوج كيسان ديال الطحين فورس، وعندنا جوج خمارات بيكين باودر قياس 8 غرام في الوحده، 16 غرام فيهم بجوج. عندنا سكر فاني بقيمه 7.5 غرام. عندنا جوج معالق كبار ديال الماء الزهر. عندنا بودره الكاكاو. غنبدا دابا ان شاء الله غنبدا وضع المكونات، نوريكم الطريقه ديال التحضير. غنوضع اربعة البيضات، كيف ما كيبان لكم. اربعة البيضات غنضيف عليهم واحد نص كاس ديال السنيده. غنضيف ساشيه ديال الفاني او لا معلقه ديال الفاني. غنضيف ماء الزهر، غنضرب كل شيء، ومن بعد عادش غنضيف الزيت بالدقيق. إذا كان عندك طراب كهربائي كان أفضل، ولا الخلاط. نضيف الزيت بالتدريج، كما كيبان لكم. غنضيف دابا الكاس الاول ديال الدقيق، غنضيف عليه، انا غربلته قبل، غنضيف عليه اكياس ديال الفاني. غنمزج كل شيء.
كيف ما كيبان لكم القوام ديال الكيك كيجي ثقيل وعقد. دابا نقسم هذا الخليط لاثنين، قسم ندير فيه الكاكاو والجزء الاخر نخليه على شكله يعني على لونه. كنظن انا قسمته على جوج. هذا الجزء هذا كيف ما كيبان لكم غندير ليه الكاكاو. ما غنضيف، ما غنقولش لكم القياس ديال الكاكاو حتى يعني خاص العجينه ديال الكيك تولي اللون ديالها قاتم يعني مغموقه، داك اللون ديال الشوكولاطه يكون مغموق. نظن بارك نضيف واحد شوية. جاني اللون ديالها فاتح، ما ضفت واحد شوية الكاكاو. انت على حسب اللي متوفر عندك في المطبخ ديالك. صافي بارك عليها. دابا انا غناخذ الليمون ديالي، خديته دائري القطر ديالو صغير. يمكن لك انتيا ديريه مربع او بيضاوي اللي بغيتي. دابا انا غناخذ المعلقه ديالي ونفرغ الكيك في المول ديالي. ناخذ معلقه ديال الكاكاو معلقه ديال الكاكاو كيف ما كيبان لكم. ندير معلقه ديال، انا غنوضع دابا فوق منها معلقه ديال العجين ابيض.
دائما دوائر حتى النهاية ديال العجين. دائرة دائما دائرة فوق دائرة. الخليط ديال العجين ديال الكاكاو عاقد شوية، هيجيكم عاقد شوية. الخليط ديالنا ديال الكيك نتاعها فيها الخدمه واحد شويه، ولكن النتيجه ديالتها زوينه رائعه. كيجي المنظر ديالها من الداخل زوين ورائع مغاير للكيك الكيك البيضاء اللي كنديرو.
كيبان لكم دابا؟ حنا كملنا الكيك ديالنا، دابا غندوها للفران ان شاء الله على درجه حراره 180 مده نصف ساعه حتى 40 دقيقه كيف ما كيبان لكم. دابا غناخذ انايا سميتو شي معلقه ولا فرشاه بشي حاجه غنخطط بها الكيك ديالي كيف ما كيبان لكم على هذه الطريقه هذه. دابا غنديها للفران تحمر ومن بعد نوريكم النتيجه النهائيه ديال الكيك ديالنا. بقاو معنا حتى نهايه الوصفه مشاهدين. الكيك اللي حضرناه كيك الزبرة ها هو وجد. دابا غادي نوريكم الشكل ديالو النهائي كيف ما كيبان لكم، هو كيجي رائع وزوين بلا ما يحتاج لا ديري ليه لا كريمه من الفوق لا والو. انا دهنته بشويه الكونفيتور، دابا غنحلو لكم باش تشوفوا القلب ديالو من الداخل كيفاش كيجي. كيف ما كيبان لكم كيجي المنظر ديالو هائل ورائع، كنصحكم تجربوها كتجي زوينه المقادير ديالها بساط.